نقرأ جميعا الفاتحة إلى روح الفقيد الراحل وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام وإلى أولياء الله الصالحين لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وأبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. يا رب سبحانك الخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك وعبادك بين يديك خاب من رضي دونك بدلا وخسر من أراد عنك خولا. أنت الله ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. عميت عين لا تراك رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أنت الله في السماء عرشك وفي الأرض سلطانك وفي البحر سبيلك وفي النار عذابك وفي الجنة رحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وتقبل الله عزاكم جميعا. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من هنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب كريم في هذه الأيام الطيبة المباركة. الأستاذ مصطفى جودة أبو غصة الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. الرجل الذي شهد له الجميع بحسن الخلق. الرجل الذي عاش طيبا ومات طيبا في هذه الأيام الطيبة المباركة. اسأل ربي جل وعلا أن يكتبه في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وأن يجعله ممن يجلس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار ورؤية واحد وهو العزيز الغفار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
أيها الإخوة المؤمنون، استضافت إليكم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عكبة من السادة القراء الأعلام معنا في هذه الليلة، ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد الله محمد عزب، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، الذي استمعنا إلى فضيلته في فجر الليلة عبر أثير شبكات إذاعة القرآن الكريم المصرية. ومعنا أيضا في هذه الليلة فضيلة القارئ العلم الشيخ محرم العطار، ومعنا أيضا ابن هذه البلدة الطيب أهلها والغني دائما عن التعريف فضيلة القارئ الشيخ محمد سامي يوسف. أيها الإخوة المؤمنون، غير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهي بنا إخوة الإسلام والإيمان لنعطر المكان ونعطر الأذان بنور القرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة، والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. قد بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، والسفيرها الدائم في جميع أنحاء الجمهورية، والذي شرف مصر في أكثر من دولة عربية، الذي استمعنا إلى فضيلته في قرآن الفجر فجر هذه الليلة الطيب أهلها، فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد الله محمد عزب، قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي. أدعو فضيلته للارتقاء إلى منصة التلاوة، وأسأل الله العلي القدير لفضيلته التوفيق والسداد. لي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. الفاتحة. أن الله يرحم المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا الذين آمنوا
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا قاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية ألم تر إلى الذين قيل لهم Yes.
الصلاة وآتوا الزكاة فلما كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع
الأولين والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متاع الدنيا قليل كل من عند
سيئة يقول هذه
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله ويقولون طاعة الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة ويقولون طاعة
فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من عرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. زريت حروف النور بين شفاههم فتحولت نسكا يفيح بيانا. استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي قد تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الشهير قد بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية الذي استمعنا إليه في فجر الليلة عبر أسير شبكات إذاعة القرآن الكريم المصرية فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد الله محمد عزب. نقلناها لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا المحلية الدولية ومونت كارلو للإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة لصاحبها الحاج عطية دنا وأولاده إدارة المهندس أسامة دنا والمهندس محمود دنا مقيمين بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم من داخل إحدى الشركات ومخازن الفراشة الأهلية لصاحبها الحاج عبد الله عطية أبو غنيمة وأولاده إدارة المعلم محمد عبد الله أبو غنيمة بأبو نجاح شرقية. نقلناها لكم عبر أسير شبكات البث الهوائي والإنترنت كبير مخرج التصوير مهندس ناصر صلاح مقيم بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية. ومن داخل لؤلؤة أسرى دقاء أدخل محطة الديزل الكبرى لصاحبها الأستاذ شكري عبد الجواد وسند التكة المقيمين بهذه البلدة الطيب أهلها. شاكرا أيضا إلى مجموعة بوفيهات الصفا المصاحبة دائما لدى عمالقة قراء مصر المتر محمد أبو المجد والمتر السيد وجيه الشال مقيمين بالزمرونية. تقدم باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة أسرة الراحل الكريم الأستاذ مصطفى جودة أبو غصة باسم أسرة الفقيد الراحل بكل من فيهم وباسم أنسابهم وأصهارهم وأقاربهم وباسم أبناء العمومة جميعا يتقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير للسادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وزمان
وإلى السادة العمد ومشايخ البلاد والقرى المجاورة الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء. أيها السادة المعزون الكرام، تقبل الله عزاءكم جميعا، هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.